طيب خلونا نتكلم عن مباراة القمة من خلال الأستاذ محمد يحيى رئيس القسم الرياضي بجريدة الوطن ضيفنا وصديقنا العزيز عشان يعقب لنا على اللي حصل امبارح. امبارح حسام البدري كان عارف هو بيعمل ايه، عارف ان الزمالك بيلعب على الطرفين بشكل انفرادي وازاره لعيب سريع، ده مش مستوى احمد الشناوي، ده مش مستوى علي جبر، علي جبر وزنه زايد جدا، محتاج ان يبقى في حد فيزيكال في الجهاز الفني يعرف علي جبر زايد ليه. طب محمد على ذكر الناس بقى اللي هتقعد والناس اللي هتمشي، كان في تدخل مباشر من رئيس النادي في اعقاب اللقاء وقال ان باسم الشناوي حازم جبر دول معرضين للبيع. الموضوع دوت يعني هيستمر بالشو، يعني هو رئيس النادي دايما بيحرص ان هو ياخد الشو، فكره الشو فقط هو ده اللي بيعتمد عليه، لكن اللي احنا بنتكلم عليه انما اللعيبه دي مش هتمشي، لان اللعيبه دي منتخب مصر، اللعيبه دي مدفوع فيها فلوس كتير قوي في نادي الزمالك، سواء احمد الشناوي او علي جبر او باسم مرسي او حازم امام. انا شايف ان دي تصريحات انفعاليه من رئيس النادي كان هدفها الوحيد ان هو يعني يداري على الهزيمه اللي حصلت امبارح، وان هو يقول يعني يا جماعه اللعيبه هي السبب، او ما يبقى في القرار ده في حيز التنفيذ نقدر نقول ساعتها ان الكلام ان الراجل ده من حقه ان هو يعترض ايهاب جلال. لكن الكلام ده كله سمعنا الكلام ده قبل كده كتير قوي على لعيبه كتير قوي ان هي هتتسرح وان هي هتمشي واللعيبه دي مستمره،